الله عليك يا معلم، ايه الحلاوه دي؟ طبعا ده اول مشروع بجربه، يعني مش اول مره اجربه. هو اللي فتح نفسيتي وقال لي اعمل لك المشروع ده، وهو الايس مطر، وحط على كده شويه اتبرستو. كان الواحد محتاج مشروب البرد وجو الحر. يا سلام يا سلام يا محبين الاي سموكا البارد، ريت تشتركوا وتعملوا لقاءات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس، وخلي يومك احلى مع المشروبات البارده.